تاريخ 17 مارس 1983 أعيش مع أسرتي في منزل على شكل شقة في عمارة مو طويلة وايد، والأسانسير هناك ما يشتغل، وجيراننا أم شكري وأم جمال يتهاوشون دائما كل يوم وصوتهم يقعدنا من النوم. في مطبخنا الثلاجة ما تشتغل إلا لما نرفسها، وتشولة جميلة تصنع بها أمي بيض عيون لذيذ، وعندنا غرفة في شقتنا الجميلة قليلا لأن هناك شخابيط على الطوفة يمها، لكننا لا ننام في الغرفتنا مع أن فيها فراشنا ومخداتنا وغراضنا، بل ننام كل مرة في فراش أم الحنون لأنها طيبة وايد حلوة عشان ما تخاف في الليل. بعد انطلقت والدي لأن نحيس وكل يوم يطقنا طراق، ومرة من المرات طف الزقارة المشتعلة وفيها نار في إيد أمي، عشان كذي طردناه برا. لكن على الرغم من ذلك كل يوم يسوي لنا مشكلات وايد وكثيرا جدا. وفي يوم من الأيام شنو هذا؟ عطني عطني، والمساحة والمساحة لا تموت بلا سوسن. ليش يما تعبت ولا اكتبي؟ ليش كل تروسحين ترديت تكتبين؟ أبد يما، لأنك خابق الزبيل، مو باقي إلا تدخلون معانا الحمام. بعدين فاروق يما، ليش التعبير كذي بالكويتي؟ الأبلة ينبح صوتها من صباح الله خير عشان منو؟ خلاص خله خله خله، أنا بكتبه. أوه ليش أنا أروح المدرسة؟ ليش ما تروحين أنتي؟ أنا أقول قوم قوموا قوموا، الساعة 6:30، قوموا قوموا. هلا هلا يا الله. وي 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 خير. هلا هلا، صبحت الله بالخير حبيبتي. يلا فوزا فوزية فوزو، يلا قومي. يما امس انا قمت اول اليوم فوزي. يلا قومي قومي عاد، يلا قومي. انا ما ابي حمام. اي بس الحمام يبيك، يلا قوم قوم زتك ولا تبرك بالحمام، قسل وجهك واطلع. اي والله. وي وي، وصباحك الصباحي والورد الافاحي وفتوحه فتوحه، واللي يشوفها اترد روحه. فهود فهود، يلا يما قوم. يما بيضتين عيون لما المسهم تنبط مو يابسه. والله انا اللي بنبط. قوم 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 قام. اي والله. وي فصول فصول. يما فايزه خشيت كورتي. لا انا اللي خشيت كورتك. وقوم يلا قوم، لا مردك هني، ونوبة ثانية لو كسرت شي بالبيت أنا اللي ببطها. فايزة فايزة، يلا يما قوم، ما يخوانش كلهم قاموا وانتي لحين نايمة. فايزة مو كيفك، بتكتب نفس ما بقول لك. يلا استغفر الله، الله يعيني. اكتب: يعمل أبي ليلا ونهارا ويسهر على راحتنا. استغفر الله. اكتب خلصني. ها اثنين باثنين. واي ما أربعة. عفية. اثنين بثلاثة. ستة. عفية. كتبت؟ ايه. يلا اكتب: وأدعو الله في صلاتي أن لا يحرمني من حنان أمي ورعاية أبي. والله بدش النار. قص اكتب وانت ساكت. اي والله. وي ماكو ملح، شو تسوي؟ تعال اسمعي ما روح عندهم جمال. لا وي وخزياته، انا ماخذ منها طماط. روح عندهم شكري، قول لها امي تسلم عليك وتقول لك اعطينا شويه ملح. زين يلا زتك اركض. يما هو فهود، وين الخبز؟
مو كل يوم خبز 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 خبز، خلنا نتريق اليوم من غير خبز. لا انت ينيت وتبي تينني، اعوذ بالله منك ومن شرك. روح الدار اخذ الفلوس من على ميز التواليت وروحي بالخبز وتعال. ماني رايح، خل فاروق يروح. لا انت ينيت، الحين بلبلب العصات على ظهرك وعلمك النبي عربي. روحي بالخبز. فهود، فهود يمه، ايش فيك حبيبي؟ ليش ما تبي تروح الخباز؟ بروح، بس ترى ذيك المره الخباز قال لي ادخل داخل وبس. واد يا محمود، واد يا محمود تعال، واد يا محمود خذ الملح وروح المطبخ وعبيها لي مليح. حاضر يمه. خمسة خبز. سمسم بدون سمسم؟ بدون سمسم. خمسة بدون سمسم. كم؟ خمسة فلوس. هذه عشان اللي بغيت تسويه بولدي. تعرف نوبة ثانية يا جليل الحياة، لو فكرت تمسك شعرة من راس ولدي أقصها لك، سمعت؟ قطيعة جليل الحياة. فهود جيب الخبز وتعال. يمه انت وايد قوية. عيست عيست وانا ملح البيض. شو الملح؟ ما في ملح. يا حسرتي كنا تاخرنا. يلا يما يلا قوموا قوموا. يلا يما يلا تاخرنا ترى. يلا كل واحد يحط بيضته داخل خبزته ويلفها. يلا زداد. وين سيارتي؟ يا ربي المفتاح مو بالبوك، لا يكون انباقت سيارتي. وين سيارتي؟ يما يمكن ما صفتي هني. شلون يما؟ مو امس ردينا من الحديقة وصفتها هني، ما تذكرون؟ مبلا يما، احنا كنا صافطينها مني، بس وين راحت؟ يا ربي يا قرادة، من بيطالع هالقرنبع؟ شلون بيطالعونا وبيبوقونا يا ربي؟ يما يما جاي سيارتنا. حسبي الله عليك ونعم الوكيل. يا الحوبتي ما تتعداك لا انا ولا عيالي يا غوينم. انت ليش ما تستحي؟
ايش فيك انت صايره دلاله وصوتك واصره اخر الدنيا؟ انا ايش وانا ادوركم، انتم وين رحتوا؟ انا من الفير وانا قاعد ادور، قاعد افتر 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 افتروا فيك يا نانوة الارض يا جليل الحياة يلي ما تستحي. قول امين. انت ليش ما تيوث؟ متى ينصلح حالك؟ متى يا رب تخيل؟ تعال من اعطاك المفتاح. المفتاح؟ المفتاح بكري فاروق هو اللي اعطاني المفتاح، قطع علي من فوق كان الكفي. انا راويك يا فار. ركبوا ركبوا خلصوني لا تاخر. يلا يما يلا يلا لا نطي. هاج هاج اختك كذي يا فاروق؟ كذي تسوي فيني؟ يا حلات عيالي شوفوا ابيكم تصيرون شطار مثل ابوكم. ماكو فايده، انا اتعب وربي واشيل الهم وهو ياخذ المحبه بارده مبرده على الجاهز. يخالف مالت علي وعلى حظي. الله ياخذني زين، الله ياخذني وتعرفون جيمتي. بسم الله عليك يما. ايش دعوة عليك يما فاروق؟ تبيني اموت كل هذا عشان طقيتك طراق ما تقولي بسم الله عليك يما؟ يلا يما نزلوا. أعطيت المفتاح لأنه هو قال لي إذا ما أعطيت المفتاح راح يلي المدرسة بمكسر وفنيلة وراح يفشل لي قدام ربعي. حسبي الله عليه. أنا اللي غلطانة يا يمه، حقك علي. سامحني إني مديت إيدي عليك. يلا يمه تعود من إبليس وروح المدرسة ودير بالك على روحك. ها إن شاء الله. يمه ها يمه شفتي انتي بساعة لما دعيتي على نفسك انا قلت في قلبي بسم الله عليك. يا زين قلبك هالطيب والله. يلا يما. وتاليتها مع هالهيسة الاربد هذا، يعني احنا الحين ما ورانا الا هالغانم وطلابة هالغانم. عم بعين جليل الحياة، لا حياة ولا خيال. أقول تبين دقوس؟ لا 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 كلش كلش كبدي ثقيلة ما أدري إيش فيني. تفضل يا حجية غرفة اثنين. مو من قرادة حظي خليت كل ريايل العالم وخذيت هالمدودة. واي سكتي نوير راواني نيوم القايلة. أنت لي ما فيك صبر؟ لو صابرة شوي على هالحالات كان خذات حد من هالتيار. ويه واللي سلمج نصيب يا نوير نصيب. تفضل. الاسم؟ عبد الرزاق البجاسم. والحلوة شو اسمها؟ اسمي فاطمة وعندي 7 عيال، أكبرهم ولد عمره 12 سنة وهذه أصغرهم ومطلقة وريلي شالع عيني كرهني بريايل العالم كلهم. ولو شفت ريال قدامي ودي أزنطم بالعوم ولين تطلع روحه. بل 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 شبريتي بنتي ما تحاكين. هولني بهولني. اذلفوا يهد قطيعة. شي اسمك؟ لا وراز لي الساعة الذهب يعني أنا غني. سلي ما صكتك والله. هلا هلا خالتي. شلونك خالتي أمينة؟ شخبارك؟ عساك بخير مما تنسين؟ الحمد لله رب العالمين. شلونك انت فاطمة حبيبتي؟ أنا بخير. نورية أمك؟ هلا يما. هلا هلا حبيبتي. يما زهرت لك وركتك عشان أدخلك عند الدكتور. شاب هاني يا ست فاطمة. مصيبة مصيبة يا اختي وحلت على دماغي. يا ريتني مت قبل ما اشوف اللي حصل. ايش فيك يا مشكري خرعتيني؟
ابني محمود بدل ما يحط ملح في الملاحة حط لكم سم فران. شنو؟ يعني اللي دزيتيه مع ولدي فيصل كان سم فران؟ والله ما كنت أعرف خالص. إذا من اللي أكل منه؟ كلنا يعني وري عياله يما عيالي بالمدرسة بروحي مع عيالي. استني أنت دلوقتي بس خشي عند الدكتور واديني العنوان بتاع المدرسة أنا حروح أجيب العيال. يبا أنا أروحي بالبنات دشي عند الدكتور. بالطقاقي طقني شو تقولين يا نوري عيالي اللي عيالي بروح أريبهم. لسعاف خلوا لسعاف يجيب عيالي بالمدرسة. لسعاف لحقوني. دكتور واللي سلم أمرك طمني على عيالي بيعيشون بس لهم شيء. دكتور طمني. الأكسجين هيساعد على التنفس، هياخدوا أمبريوت أتروبين هتقلل امتصاص السم، هنعمل لهم غسيل معدة حالا. فاطمة انتش تنظرين يلا عشان تغسلين معدتك حتى انتي متضررة. يا ربي لا تاخذ عمري الحين، يا ربي ما أبي أموت اليوم، أبي أشوفهم، أبي أشبع من سوالفهم، أبي أحل واجباتهم، أبي أفرح بعرس البنات، أبي أرقص بعرس الصبيان. الحمد لله والشكر لك يا رب. عيالي يما أنتوا كلكم خير، انتوا كاملين زينين ما فيكم شيء. الحمد لله يما، احنا كنا قاعدين من زمان بس انت اللي كنت تنامين انت قاعدين. الحمد لله يلا طمني عليكم. ويقوم النمل يغني عالخم فسانة خنيفسينة طنيفسينة شايبتش درب المدينة. خنيفسينة شايبتش درب المدينة. وخلصت وملصت ويت الديايا وعنفصت. يلا يما يلا حطوا راسكم وناموا، ورانا قاعدة من الصبح. يما. نعم يما. شلون تبيني أصير لما أكبر؟ أبيك تصير إن شاء الله طبيب. ولا وأنت مهندس وفصولي حبيبي إن شاء الله بيصير لاعب كرة، وفيوزة حبيبتي بتصير مهندسة إن شاء الله. أما فوزو لأنها كذابة وخيالها واسع تطلع كاتبة إن شاء الله. يما. اي والله وانا عند ربي صاجة. يلا يما يلا حطوا راسكم وناموا، تصبحون على خير. تصبحون على خير يما. تلاقي الخير فوزية. يما. نعم يما. عطيني المنبه خلنا احطه على سنوس ان شاء الله. مشكورة يما. هذه الساعة 6:30.